سنتناول الأسباب التي قد تكون وراء الانفعال العصبية في شهر رمضان، كيف يمكن الابتعاد عنها مع ضيفنا عبر سكايب البروفيسور علي بن صفحان، أستاذ واستشاري نفسي بكلية الطب. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. كل عام وانت بخير، مبارك عليك الشهر. وانت بخير وبصحة وسلامة. يمكن من أكثر الصفات الملحوظة في الشارع عموماً أنه بيكون في قليل من العصبية أو كثير من العصبية، من التوتر، من الضغط، من الانفعالات، خاصة في بعض الأوقات اللي ممكن ما تكون قريبة من وقت الفطور. إيش أسباب هذه الانفعالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. شكرا للاستضافة. الحقيقة يعني موضوع العصبية يعني ليس حكرا على رمضان، يعني يلاحظ الحقيقة في تصاعد مستمر فيما يتعلق بالعصبية، لكنه الحقيقة يزداد في شهر رمضان. واليوم بالمناسبة كنت أقرأ قبل شوي عن يعني ضبطيات أو الهلال الأحمر، يعني مساعداتهم في تدخل حوالي 24 حالة تقريبا في مدينة جدة بسبب الحقيقة الانفعالات يمكن قبل وقت الفطور. وقت الفطور دائما السبب الحقيقة في دراسات علمية أثبتت أنه في هذا الوقت بالذات اللي هو وقت المغربية أو قبل المغرب الحقيقة يكون في تزاحم أول شيء من الناس، والسبب هنا يكون الناس لديهم دعني أقول نقص في الماء في التروية عند الإنسان. الإنسان عندما يقل عن الماء الحقيقة يضعف لديه الخلايا الدماغية ويسبب له الحقيقة نوع من العصبية، نوع من التوتر، وحتى أحيانا تجد عنده نوع من التشتت في الذاكرة بسبب نقص المياه في هذه المرحلة في هذه الفترة بالذات. لأن تعرفون يمكن أحيانا الإنسان يكون أكثر من 18 ساعة، حتى بعضهم يمكن أحيانا ما يتسحر، يعني يكتفي بالعشاء، فيمكن حوالي 18 ساعة الحقيقة لم يتناول الماء. فإذا كان هذا الحقيقة يسبب هذا التوتر العصبي للإنسان العادي، فما بالك بالإنسان الذي لديه سكر أو لديه ضغط. إذا لم يتم ضبط هذا الشيء من صلاة الفجر، يأخذ الأدوية عندما يتسحر، فبالتأكيد أنه سيحدث لديه هذه المشكلة. طيب بروفيسور علي، يعني نفسيا دائما ودوما دائما ارتبط العصبية بشهر رمضان المبارك، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي أصبح مثلا شاهدنا بعض المقاطع الحلقة الأولى نشوف مثلا مشاكل أو مشاجرة بين عمال أو بين أمور أخرى. لكن السؤال هنا يعني حتى أيضا ليس مرتبطة في المغرب ولكن مرتبطة بشهر رمضان، نفسيا قول رمضان يعني عصبية فقط لا أكثر ولا أقل، ولكن هي عبارة عن نفسية، هي عبارة عن فجأة عصبية. طبعا هي لا شك انها جانب نفسي، والا يعني من الخسران دعني اقول يعني ان الانسان يبدا يعني خلينا نقول يجهز نفسه للصيام او يحرم نفسه من الاكل والشرب، وفي الاخير يخبصها خلينا نقول في نهايه اليوم بمشكله. يعني احنا كنا دائما نرمي بالثقل دائما على الشيطان، مع انه الشياطين تصفت في هذا الشهر، لكن الحقيقه الانسان هو خصيم نفسه، هو الحقيقه من يرتكب مثل هذه الأشياء، والتي الحقيقة تفقد حتى الحسنات في هذا الشهر الكريم. في جوانب نفسية حتى المدخنين أخي الكريم في رمضان تجد يعني عندهم توتر شديد ونرفزة في شهر رمضان المبارك، مع أنها قد تكون فرصة الحقيقة للقلاء عن التدخين. هناك جانب نفسي يعتقد اللي هو الأعراض الانسحابية، عندما يبدأ يقل التدخين النيكوتين في الجسم يبدأ الإنسان يتوتر، مثل الكافيين المدمنين الآن على القهوة مثلا، يصير عندهم برضو نفس التوتر ونفس الأعراض الانسحابية النفسية. أنا أسميها نفسية لأن ما في أعراض انسحابية فيزيكال أو خلينا نقول يعني جسميا مثل الهروين والحشيش والأشياء الأخرى. هذه النواحي النفسية بتسبب الحقيقة التوتر لدى الإنسان. إذا هي جوانب نفسية يستطيع الإنسان لو نظم جدوله بطريقة معينة وأعطى نفسه فسحة في اخذ المقاضي والاغراض قبل الصلاة المغربية، بامكانك يا اخي تاخذها في المساء، بامكانك عفوا في الصباح او بعد الظهر قصدي، في الاوقات اللي تكون انت يعني رايق فيها. لماذا تزنق نفسك في هذه المرحله اللي فعلا الانسان يكون عطشان؟ وبالمناسبه ترى على فكره انا لما حتى اشوف الدراسات في دول راقيه مثل بريطانيا تجد انه نسبه المشاكل تزيد عندما توصل درجة الحرارة 26، فما بالك عندنا توصل 40 و50، أضف لذلك الصيام والعطش والأشياء هذه. فإذا السبب الحقيقة هو
أسباب أحيانا خارجة عن الإنسان، مثل التلوث، مثل طال عمرك زحمة السيارات، الضوضاء، كل هذا حرام. أو الزحمة على الأماكن الموجودة. نعم. طيب بالنسبة لهذه الانفعالات، أنه الشخص اللي بيتكون عنده هذه الانفعالات، سواء مثلا نقص المياه مثل ما تحدثت، انسحاب مثلا النيكوتين، أو أيضا مثلا يعني أنه ما أخذ قهوة اليوم الصباح، هذه كل الانفعالات كيف الواحد ممكن يسيطر عليها، بحيث أنه الواحد عارف أنه هو ممكن يكون عصبي أو منفعل بشكل يعني يفوق تحمل الآخرين، كيف ممكن يسيطر عليها؟ والله شوف يا عزيزتي، الإنسان هو خصيم نفسه، يجب أن تعرف بالضبط وش الأسباب. يعني لو قلنا مثلا أن الأسباب قلة الماء، ويفترض الحقيقة كل شخص منا الآن يأخذ له تقريبا من 2 إلى 3 لتر موية، حوالي تقريبا 10 إلى 15 كوب ماء في خلال الليل. أهم شيء يوزعها مو يأخذها كلها أثناء السحور يا دكتور. لا، هو لو وزعها، لو أخذها دفعة ممكن تسبب له تسمم بالماء، لكن يوزعها خلال الليل الحقيقة، خاصة أنه ما حيصرف شيء في الليل لأنه الجو بارد أو معتدل في الليل الحقيقة، لكن يجب أن يكتفي الجسم هذا واحد من الماء، هذا نقطة مهمة. النقطة الثانية أنه الإنسان الحقيقة يحاول قدر المستطاع أن يأخذ، بالنسبة للأشخاص الذين لديهم خلينا نقول السكر أو لديهم الضغط، يأخذون أدويتهم بانضباطية بإشراف طبي من قبل الأشخاص المتخصصين في هذا المجال. كذلك يلجأ إلى التمارين الاسترخاء، استرخاء التنفسي، حتى لما يعني الإنسان يصاب بهذا الشيء أو بالتوتر في الشارع، يستطيع أن يأخذ تنفس عضلي، تنفس استرخاء، أحيانا استرخاء داخل السيارة، ممكن بعض التمارين البسيطة موجودة في جوجل، ممكن يتعلمها سريعا بحيث أنها تخفف من هذا التوتر لديه بسبب خلنا نقول طيب. حرارة الشمس، بسبب المياه، بسبب نقص المياه إلى آخره. النقطة المهمة، رتب جدولك بحيث أنه فعلا لا تخرج في هذه الأوقات اللي فعلا إذا تكثر فيها الزحمة. إحنا دائما مشكلتنا في ثقافة اللحظة الأخيرة. اللحظة الأخيرة كلنا نهرع إلى هذا الوقت اللي نأخذ يعني احتياجاتنا، وهنا الحقيقة يحدث التوتر أحيانا في طيب. الزحمة، وبالتالي يحدث الحقيقة الصراعات وربما العنف، وربما الإنسان يخسر حياته. نسمع عن حالات أحيانا ممكن الإنسان يخسر حياته بسبب هذه التوتر البسيط. في شهر يفترض أن الإنسان يبحث عن الحسنة، حتى لو قلت سامحك الله، اللهم إني صائم، تؤجر عليها. طيب علي بن صفحان، أستاذ استشاري نفسي بكلية الطب، شكرا جزيلا لك، ويعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور.